في البدء كان الفكر والثورة على تجار الدين من كهنة أمون، فكان إخناتون وكان تل العمارنة. في البدء كانت الكلمة فكان المسيح، وهجرة العائلة المقدسة إلى مصر فكان جبل الطير. في البدء كانت البعثة وكانت الرسالة، فكان كوم ماريا والشيخ عبادة والبهنسة. في البدء كانت الثورة وكانت المقاومة، فكان العسل والدم وكانت دير مواس. في البدء كان التنوير فكانت هدى شعراوي، طه حسين وعلي عبد الرازق. في البدء كان كل هذا فكانت المنيا، سبيكة وطنية مصرية خالصة تحكي تاريخ مصر على مر العصور. ما أكثر تعدد أعمالك، وهي على الناس خافية يا أيها الإله الأحد الذي لا يوجد بجانبه شأن لأحد. لقد خلقت الأرض على حسب رغبتك، وحينما كنت وحيدا ولا يوجد شيء غيرك، خلقت الناس وجميع الماشية والغزلان وجميع ما على الأرض. هكذا خاطب إخناتون معبوده الواحد آتون، وذلك بعد معركته الفكرية والسياسية مع كهنة الإله آمون. معركة خرج منها بانتصار مؤقت ليتفرغ بعدها لبناء عاصمة دولته في تل العمارنة، ويكتب فصلا من أهم فصول تطور الدولة المصرية على المستويين السياسي والديني. هشام أحمد عبد القادر مفتش آثار تل العمارنة يقرأ معنا سطورا مهمة في هذا الفصل. نتيجة للخلاف في الوقت ده بينه وما بين كهنة آمون، قرر انه ينشئ عاصمة جديدة، فاختار المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو أخت آتون تل العمارنة حديثا، وانشأ فيه عهد المهندس باك المهندس المعماري الخاص بيه انه ينشئ المدينة هنا، وقد كان في عامين. هو الناحية الفنية في تل العمارنة اختلفت تماما عن ما قبل. قبل أخناتون كانت السمات الفنية بتعبر عن المثالية، لكن فترة أخناتون كانت واقعية، كان بيصور الواقع. يعني احنا دلوقتي موجودين في مقبرة مير را وهو الكاهن الأكبر لآتون في تل العمارنة هنا في أخت آتون، بنشوف مقبرته كلها مناظر بتصور الملك أخناتون وعائلته الملكية. بنبدأ هنا بنشوف الملك أخناتون والملكة نفرتيتي وبنته الكبرى اللي هي الأميرة ميرت آتون. أخناتون أنجب من الملكة نفرتيتي 6 بنات، ومن الزوجة الثانية ليه اللي هي المحظية كيا أنجب منها 2 ذكور غالبا هو سماخ كارع وتوت عنخ آمون. المنظر هنا بيصور العيلة الملكة وهي في نافذة التجلي. نافذة التجلي دي غالبا كانت شرفة أو منصة موجودة في القصر الشمالي، كان بيتجلى منها الملك أخناتون على رعاياه. فوق مجموعة من الكاتبة منهمكين في تسجيل الحدث، أعلى منهم مجموعة من المراوح ثم مجموعة من الخدم. بنشوف في وسط المنظر الملك أخناتون على العربة الخاصة به بحجم أكبر، ثم الملكة نفرتيتي بحجم أقل منه. هنا العربة بيجرها 2 من الأحصنة، مزدوجة الأحصنة، وفوق رأس العربة رأس الحصان تاج ملكي بيشير لنا إن اللي على العربة ده ملك. مش شخص عادي. ده الشمس آتون ونازلة منها الأشعة اللي بتنتهي بالأيدي البشرية. اللي بيتقدم الملك
ده الحراس او الفرقتين حراس من الجيش المفروض ده الحرس الملكي اللي بيحمي الملك نتيجه لو حصل اي حركه غدر او اي مشكله، هو متقدم العله الملكيه. يعني كثير من الرسومات وبخاصه اللي عليها وجه اخناتون واضح انها مطموسه عن عمد هو ونفرتيتي، بعض خراطيش ايضا نفس الشيء. مظبوط. لماذا حدث ذلك وكيف يعبر هذا عن حاله الصراع الديني والفكري في عهد اخناتون وبعد اخناتون؟ بعد وفاه الملك اخناتون قام كهنة آمون بتدمير أو المعاديل للديانة الأتونية بتدمير وجه أخناتون وتدمير خراطيش أخناتون. لو في مصر القديمة لو عايز تمحي اسم شخص وانه يطلوش شيل اسمه من على الجدران او امحي اسمه من على الجدران مش هيطلو الصلوات في العالم الاخر، وبكده هيتوه في العالم الاخر، مش هيوصل للايار ومش هيوصل للجنه ولا حتى للنار، هيتوه في العالم الاخر لانك محيت اسمه من على الجدران. فهم هنا قاموا بضرب خراطيش اخناتون وخراطيش اتون وخراطيش النفرتيتي، كمان قاموا بتدمير قرص الشمس اللي بتنتهي من الاشعه اللي هو بيمثل اتون، قاموا ايضا بتدمير ممنهج لوجه اخناتون من على الجدران وكذلك وجه الملكه نفرتيتي. طيب استاذ هشام، رحل اخناتون وطويت صفحه تل العمارنه مش كده، ولا فضل ليها اثار باقيه سواء هنا او في دون الجبل؟ هو الى حد ما العيله المالكه نفسها رحلت بعد رحيل اخناتون من تل العمارنه، ولكن في مجموعه من العمال استوطنوا المكان حتى عهد رمسيس الثالث، ولكن ليس بشكل رسمي. بشكل رسمي المدينة انتهت مع وفاة أخناتون. توت عنخ آمون غير اسمه من توت عنخ آتون لتوت عنخ آمون ورحل إلى طيبة. عنخ آمون المفروض أنه هو ابن أخناتون. اللي هو ابن أخناتون ورحل إلى طيبة. لكن جسد أخناتون هنا ولا مش موجود هنا؟ غالبا جسد أخناتون كان موجود في المقبرة الملكية الخاصة به هنا في تل العمارنة. بنعرف ده من خلال اللقي الأثري اللي تم اكتشافه في المقبرة سنة 1881، لكن بالرغم وجود لقي أثري داخل المقبرة أو أساس جنائزي داخلها إلا أخناتون لم نحصل له على جسد. غالبا ابنه توت عنخ آمون نقل رفاته من هنا من تل العمارنة إلى مقبرة كيفي 55 في وادي الملوك، وده اللي ونفس الوضع بالنسبة لنفرتيتي. ممكن تكون نفرتيتي دفنت في المقبرة الملكية مع أخناتون لأن مقبرة عائلية، لكن لم يتم العثور على جسد ليها حتى الآن. طويت سريعا صفحة إخناتون وعقيدته بعد رحيله، ودمرت معالم عاصمة دولته في تل العمارنة على يد المتشددين من كهنة آمون، لكنها بقيت مقصدا مهما من المقاصد السياحية المصرية، خاصة لأولئك المهتمين بتاريخ العقيدة المصرية وتطورها. بميلاد المسيح كتبت صفحة جديدة في عقيدة المصريين، صفحة كانت المنيا في القلب منها. إلى هذا الموضع لجأت العائلة المقدسة في رحلة هروبها من برش الرومان إلى مصر. استقرت في هذا المكان 3 أيام قبل أن تتجه جنوبا نحو أسيوط حيث دير المحرق. من حيث الأهمية يعد هذا المكان في جبل الطير بمحافظة المنيا هو الثاني في مسيرة العائلة المقدسة على أرض مصر. إنه جبل الطير ودير السيدة العذراء الذي يقف شامخا على قمته مطلا في وقار على نهر النيل العظيم. القس ثاوفيلوس القموس متى راعي الكنيسة يلقي الضوء على المبنى والمعنى ومكانتهما في نفوس المصريين جميعا من المسيحيين والمسلمين. دير جبل الطير يعتبر له أهمية كبيرة جدا، أهميته من خلال نقطتين. نقطة الأولانية أن العائلة المقدسة أقامت في المغارة اللي هي داخل الكنيسة، أقامت فيها 3 أيام. والمغارة ديت لها روحانية خاصة بيها،
وكل اللي يدخل في هذا المكان يشعر بمدى الروحانية ومدى الرهبة في هذا المكان. النقطة الثانية أن الكنيسة أهميتها أن هي مش مبنية، الكنيسة منحوتة في الجبل في الصخرة بما فيها الأربع حوائط والاثناشر عمود اللي بيمثلوا الاثناشر تلميذ اللي هم الحواريين بتوع السيد المسيح، وبما فيهم أيضا المعمودية اللي داخل العمود في المدخل الباب الغربي للكنيسة. جبل الطير نفسه الذي لجأ إليه العائلة المقدسة أثناء هروبها من برش الرومان أهميته وذكر له أكثر من اسم، دلالة الأسماء وتاريخها. حضرتك هنا مشهور به ثلاث أسماء. الاسم الأولاني دير جبل الطير، الاسم الثاني جبل الكف، والاسم الثالث جبل البقرة. ليه تسمى بجبل الطير؟ بيقول المؤرخ المقريزي ان كان في طائر هنا بيسمى طائر البقيروس. طائر البقيروس ده شكله كده كان شبيه بأول جردان وكان بيهاجر من بلاد أوروبا هنا عندنا في مصر. فبيذكر المؤرخ المقريزي بكثرة تجمع الطير على الجبل، والكنيسة كلها قطعة صخرية منحوتة في الجبل، فأطلق على الاسم الأول دير جبل الطير. ليه تسمى بجبل الكف؟ بيقول البابا سوفيلس اللي هو البطرك رقم 23 في عهد البطارقة أن العائلة المقدسة هي جاية علشان تختبئ في هذه المغارة تقعد فيها 3 أيام. إحنا هنا شرق البحر، شرق نهر النيل، فاضطرت العائلة المقدسة أن تعبر نهر النيل. فهم معديين نهر النيل كان في صخرة كبيرة هتيجي عليهم فعل واحدة سحرة شريرة. الكلام ده تنبأ عنه أشعياء النبي قبل ميلاد السيد المسيح ب 750 سنة. فالسحرة الشريرة ديت حبت ترمي الصخرة دي عشان يغرقوا في نهر النيل. فالست العذراء مريم خافت على السيد المسيح من الصخرة ديت، فالسيد المسيح طمن الست العذراء مريم وشاور كده بكفه على الصخرة، راح كفه ده انطبع على الصخرة وامتنعت من السقوط عليهم وجم سليمين إلى هذه المغارة. الاسم الثالث اللي هو جبل البقرة أو البقارة. ليه تسمى بهذا الاسم؟ بيقول علي باشا مبارك في الخطة التوفيقية بتاعته يوجد دير، والدير دوت على سفح الجبل، فالعلو بتاعه الارتفاع ما يقرب من 90 متر فوق سطح الأرض. فاللي كان يحب يجي هنا عندنا يعمل ايه؟ يركب الأسانسير اليدوي تلفريك من أسفل الجبل يجي هنا عندنا. احنا عندنا هنا أعظم ملحمة حب بين نسيج الوطن كله المصري، بين المسلمين والمسيحيين. ست العذراء مريم ليها مكانة كبيرة جدا جدا سواء في الإنجيل أو في القرآن. في الإنجيل هي تكلمت بروح النبوة وقالت كده هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني تكرمني لأن القدير قد صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه للذين يخافونه. فنطقت الست العذراء مريم بروح النبوة ان هي تبقى مكرمة. نفس القصة حضرتك في القرآن الكريم، الوحيدة في النساء كلهم في صورة في القرآن الكريم اسمها صورة مريم، فلها مكانة الست العذراء مريم في قلوب كل واحد مسيحي وفي قلب كل واحد مسلم. كل ركن من أركان المينيا يرصد المرء جانبا من جوانب التعايش بين الإسلام والمسيحية. أما في قرية الشيخ عبادة فيبدو هذا التعايش في أبهى صوره. في هذا المكان عاشت السيدة ماريا القبطية زوج النبي الأكرم وأم ابنه إبراهيم. أرسلها إليه زعيم قبط مصر المقوقس مع أختها سيرين وبعض من هدايا أرض مصر. فكانت ماريا القبطية الصعيدية بنت المينيا أول لبنة في جسر العلاقة الممتد بين المدينة المنورة وبين مصر. بعدها بنحو 4 عقود جاء الصحابي عبادة بن الصامت إلى هذا المكان ليبني مسجدا إحياء لذكرى السيدة ماريا القبطية. الشيخ فتحي حمدي خليل إمام مسجد الشيخ عبادة يقرأ معنا صفحات من تاريخ المكان ورمزيته.
لما تولى سيدنا معاوية بن أبي سفيان الخلافة طلب منه سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب أن يبحث عن البيت الذي تربت فيه ماريا اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين أختها زوجة الشاعر حسان بن ثابت، ودول من ضمن الأداء المقوقص اللي هو أمير القبط بمصر. فجي سيدنا عبادة بن الصامت إلى هذا المكان واشتراه وحوله مسجدا إكراما للنسب الشريف، فتحول اسم البلد من حفن إلى الشيخ عبادة تشريفا لسيدنا عبادة بن الصامت لهذا المكان. في المسجد ضريح، ضريح مين ده بالظبط؟ يقال والله تعالى أعلى وأعلم أنه أحد أحفاد سيدنا عبادة بن الصامت، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لنا فيهم صهرا ونسبا. الصهر هي ماريا القبطية طبعا، وماريا القبطية طبعا من شيخ عبادة، وأما النسب هي السيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام. أنتوا بقى فرحانين بأنكم نسائب سيدنا رسول الله؟ نعم صح طبعا طبعا، ده احنا أخوال أخوال أهل أهل أخوال العالم أخوال العالم طبعا. وهذه البلدة التي شرفت بزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أنجبت له سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده شرف كبير أن ننتسب ويكون لنا نسبا وصهرا في هذه البلدة المباركة بنسبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البهنسة قرية لها مكانة خاصة في نفوس أبناء المنيا والمصريين بشكل عام، تعرف بالبقيع الثاني لكثرة من دفنوا في ترابها من الصحابة والتابعين. سلام زهران مدير تفتيش آثار البهنسة يتجول معنا بين أضرحة ومراقد الصحابة والتابعين. ذكر الواقدي في كتابه فتوح البهنسة أن البهنسة نزل بها 10,000 عين رأت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبعون بدريا ممن حضروا غزوة بدر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم نزلوا وحضروا معركة فتح البهنسة. عندما انتهت معركة الفتح بدأت القبائل العربية تستقر بالبهنسة، فمن أول القبائل التي استقرت في مدينة البهنسة قبيلة بنو العوام التي تنسب إلى عبد الله بن الزبير بن العوام، ثم قبيلة البكريين التي تنسب إلى سيدنا أبي بكر الصديق، حيث أن مجموعة من أحفاد ونسل سيدنا أبي بكر الصديق أيضا نزلوا البهنسة واستقروا بها، أيضا قبيلة بني غفار التي تنسب إلى محمد بن أبي زر الغفاري. من أهم هذه الآثار الإسلامية الموجودة على أرض البهنسة هو مسجد الحسن الصالح بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. أيضا يوجد على أرض البهنسة أهم الأضرحة التي تنسب إلى شهداء الصحابة والتابعين، فيوجد ضريح هو ضريح أبان بن عفان بن أبان بن عثمان بن عفان، وهو حفيد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يوجد على أرض البهنسة ضريح فتح الباب وخادمه، فتح الباب هو عبد الرازق الأنصاري وهو أحد التابعين. أيضا يوجد على أرض البهنسة ضريح محمد بن عقبة بن عامر الجهني وهو ضريح البدريين. يوجد أيضا على أرض البهنسة ضريح للحسن الصالح بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. يفخر أبناء البهنسة بقريتهم ويرون تاريخها لأبنائهم وأحفادهم. الحاج علي محمود واحد من هؤلاء. البهنسة تاريخها أنا بحكي لأولادي وأحفادي، لأن أعرف طبعا أن البهنسة يتسمى البقيع الثاني وبها أكثر من 20 بدريا، وحارب فيها سيدنا خالد بن الوليد، وكانت هي من أقوى وأحسن وأمنع حصون الرومان في وجه الجبل. إنه التاريخ المصري ممتد الحلقات الذي تحمله المنيا ويحفظه أبناؤها.